يظل ربيع ياسين نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق هو أحد العلامات البارزة في تاريخ الكرة المصرية، سواء من خلال البطولات التي حصدها مع القلعة الحمراء ضمن جيل الثمانينيات الذهبي الذي ضم الخطيب وثابت البطل وطاهر أبو زيد ومصطفى عبده، أو عندما التحق بجيل 90 الذي شارك في كأس العالم بإيطاليا مع الجنرال محمود الجهري، فضلا عن حصوله على لقب بطولة أمم إفريقيا 86. ربيع ياسين من مواليد 7 سبتمبر عام 60 بمدينة الفشن بمحافظة بني سويف. بدأ مثل أي ناشئ صغير مارس كرة القدم في قريته بالفشن التابعة لمحافظة بني سويف، سواء أمام منزله أو المشاركة في الدورات المختلفة في الساحة الشعبية، حتى ذاع صيته داخل القرية لموهبته التي كان يتميز بها. انضم إلى فريق مركز شباب الفشن، ثم انتقل إلى نادي بني سويف يشجع الأهلي منذ صغره، لدرجة أنه كان يخرج في مظاهرات احتفالية بفوز المارد الأحمر بمباريات القمة على الزمالك أو حصد بطولة الدوري أو كأس مصر. رشحه أحد أقربائه للعب في الزمالك، تدرب لمدة 21 يوم تحت قيادة حماد الشرقاوي والجهر الصغير، لكن لم تكن الأمور واضحة سواء بالتعاقد معه أم لا، حتى تعرض لموقف حرج جعله يتخذ قرار عدم الذهاب مرة أخرى والعودة لمنزله وناديه السابق. لعبت الصدفة دورا كبيرا في انضمامه للقلعة الحمراء، لأن الدكتور عمرو أبو المجد رئيس قطاع الناشئين بالأهلي في ذلك الوقت كان يرغب في ضمه بعد أن شاهده في مباراة ودية مع فريق نجوم بني سويف ضد شباب الأهلي في العيد القومي للمحافظة. وعندما توجه للتدريب مع الفريق الأول اختبره هيديكوتي لثلاثة تدريبات، لكن لوجود نجوم كثيرة بالفريق لم يلقى اهتماما كبيرا منه، فعاد مرة أخرى إلى بني سويف حتى لا يستمر بالنادي دون معرفة مصيره، ثم تلقى دعوة للانضمام لنادي المقاولون العرب لتسهيل انتقاله للإسماعيلي. استمر معه لمدة أسبوع، اختبروه في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، ووقع على استمارات بعد تألقه في إحدى المباريات الودية. في ذلك التوقيت جاءت اللحظة التي كان ينتظرها ابن الصعيد، حيث تلقى خطابا من النادي الأهلي يطلبون منه الانتظار في محطة قطار بني سويف في 1 ظهرا لمقابلة أحمد ماهر وعبد البقال في القطار القادم من القاهرة متجها إلى سوهاج، ليستقل القطار مع الفريق للانضمام إلى فريق شباب الأهلي خلال معسكره الودي بسوهاج، فوافق على الفور وبدأت رحلته مع المجد في النادي الأهلي منذ ذاك الوقت. ربيع ياسين يحط هدف الاطمئنان وتعدي.